طيب شايف، تعال نبدا نحن نعمل ايه؟ شرح النوت. يا ابني ارحمنا بقى، احنا عايزين نشتغل. عايزين نبدا نعمل كونفيجر. هو وين اصلا؟ ما مش اصرف نفسي. طب عشان هو غبي، تعرف لو هو فاهم بتضحك ما كانش قال كده. طيب شايف، تعال احنا يعني ايه نشرح الكونفيجر بتاع يوزر بروفايل سيرفيس. والله انا مش عارف. طيب اول حاجه نتاكد ان السيرفيس على مستوى السيرفر اللي اسمها يوزر بروفايل سيرفيس رننج على مستوى ايه؟ على مستوى الفورم. خلاص كده، ودي اول حاجه تتاكد منها زي ما احنا كنا بنعمل اي سيرفيس ابلكيشن. وتاني حاجه بروح على كريت ايه؟ اكريت سيرفيس ابلكيشن. بعد ما تقدر انت تعمل كرييت سيرفيس ابلكيشن، خلاص اتاكدت ان الدنيا خلاص، هتبدا تعمل ايه؟ الاول هتعمل كونكشن بمين؟ بالويب ابلكيشن بتاعك. هعمل سيرفيس ايه؟ هعمل سيرفيس كونكشن. طيب ايه اليوزر بروفايل سيرفيس؟ اليوزر بروفايل سيرفيس اتفقنا دي الحاجه اللي هبدا اعمل بيها السوشيال كومبيوتنج، لايك تانجنج وكومنتنج وبوستنج وكل الحاجات بتاعت ايه؟ بتاع السوشيال كومبيوتنج. تمام. طيب ايه اللي انا محتاجه في 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 في, في الكونفيجر بتاع اليوزر بروفايل سيرفيس؟ اللي انت محتاجه في الكونفيجر بتاع اليوزر بروفايل سيرفيس 3 داتابيز. تمام. اول واحده اللي عملت الكونفيجريشن بتاعت مين؟ بتاعت الكونفيجريشن بتاعت البروفايل سيرفيس. تمام. وتاني داتابيز بنسميها سينج داتابيز. ايه سينج داتابيز دي؟ سينج داتابيز هي داتابيز وسيطه بين الاكتيف دايركتوري وبين تمام بين الاكتيف دايركتوري. هجيب داتا من الاكتيف دايركتوري احطها فين؟ في السينج داتابيز، وبعد كده راح ارفعها فين؟ للشير بوينت. تاني يبقى واحده هتكون للكونفيجريشن بتاعت مين؟ وتاني حاجه اسمها السينج داتابيز السينكريشن داتابيز. السينكريشن داتابيز دي هتبدا عباره عن ايه؟ عباره هتروح تجيب الناس اللي موجوده في الاكتيف دايركت، وما تجيب الناس في الاكتيف دايركت تحطهم في الداتابيز، وفي الاخر الناس دول يبقى افيليبل في مين؟ في اليوزر بروفايلز. تمام. طيب ثالث حاجه بتحتاج حاجه اسمها سوشيال، او حاجه اسمها تاجنج، تاج داتابيز. كل المنشن والتاجز والحاجات دي كلها لها حاجه خاصه بيها بنسميها سوشيال او تاج داتابيز، ايا كان الاثنين زي بعض. تمام. سوشيال داتابيز، ودي بتحط فيها كل حاجات خاصه زي التاجز والايه؟ التاجز والمنشن. يبقى انت عامه في اليوزر بروفايل سيرفيس محتاج ايه؟ محتاج ثلاث حاجات. راحت فين داتابيز؟ ايه؟ طيب يبقى انا محتاج 3 داتابيز عشان اقدر انا ايه ادي يعني. طبعا انا اعتبر الداتابيز الاولانيه للكونفجريشن، والداتابيز الثانيه، والداتابيز ايه؟ والداتابيز الثالثه. تمام. الداتابيز الاولانيه دي خاصه بمين؟ بالكونفجريشن بتاعت مين؟ بتاعت اليوزر بروفايل. والثاني حاجه دي واهم حاجه دي السينك داتابيز. وثالث حاجه دي عباره عن ايه؟ السوشيال ايه؟ السوشيال داتابيز. دول الثري داتابيز اللي هبدا استخدمهم علشان ابدا اعمل ايه؟ عشان تقدر انت تاكتف السوشيال ايه؟ اليوزر بروفايل ايه؟ سيرفيس. طيب هل بحتاج لا تحتاج كمان اليو ار ال اللي احنا عملناه. اليو ار ال بتاع مين؟ يو ار ال بتاع ماي سايت ايه؟ ماي سايت هوست. تمام؟ يبقى دي حاجه من ضمن الحاجات اللي هحتاجها برضو فين؟ في الكونفجريشن بتاعت مين؟ بتاعت اليوزر ايه؟ يوزر بروفايل. طيب ايه تاني؟ طيب هو انا ازاي هنقل الناس اللي موجودين في الاكتيف دايركتري تمام واحطهم في السينج داتابيز؟ عشان تقدر انت تنقل الداتا الناس اللي موجودين في الاكتيف دايركتري تحطهم في السينج داتابيز. طب دي خاصه بكونفيجريشن بره مين؟ بالسيرفر. طب مين اليوزر اللي خاص ان هو يعمل كونفيجريشن بالفورم؟ الاس بي فورم. فالاس بي فورم هو اللي هيكون مسؤول ان هو يبدا يعمل ايه؟ يبدا يعمل كونكشن اس بي 4
هو المسؤول اللي هيبدا يجيب اليوزرز اللي موجودين في الاكتف دايركتوري عندي ويبدا يحطهم فين؟ يبدا يحطهم في السيجن داتابيس. تمام كده؟ تاني اس بي 4. دلوقتي انت عندك ايه؟ داتابيس اسمها السينج داتابيس. طب السينج داتابيس دي هتروح تجيب ايه؟ هتروح تجيب يوزرز موجودين في سيرفر بتاع مين؟ الاكتف دايركتوري. مين اللي كان مسؤول عن كونفيجريشن بتاع السيرفرز؟ لا، مين اليوزر اللي كاريت عشان يبقى مسؤول عن الكونفيجريشن بتاع السيرفرز؟ كان مين؟ اس بي 4 هو اليوزر اللي اتخلق او كاريت عشان نقدر ان احنا ايه نعمل كونفيجريشن بين سيرفر وسيرفرتين. فخد بالك ان انت هتروح للداتابيز للدومين كنترولر، تمام، تروح تجيب الناس اللي موجودين في الاكتف دايركتوري تحطهم فين؟ في الشير بوينت. تمام. فاللي كان مسؤول ان هو يعمل كونفيجريشن بين السيرفرز دي فهو كان عباره عن مين؟ اس بي 4. فالاس بي 4 هو حاليا المسؤول ان هو يبدا يعمل ايه؟ يبدا يعمل كونفيجريشن للسينك داتابيز. تمام. فانت تروح تعمل حاجه يا مصطفى كده، حاجه موجوده في الاكتف دايركتوري، حاجه اسمها ريبليكيت دايركتوري. ريبليكيت دايركتوري تشينجز، والريبليكيت دايركتوري تشينجز دي هي المسؤول هتعمل السينكرونايزيشن بين الاكتف دايركتوري والسينك والسينك داتابيز. خلاص كده. يبقى تاني حاجه، يبقى احنا اللي احنا عايزين نعمله، عايزين نعمل كونفيجر لمين؟ يوزر بروفايل. فانت عشان تعمل كونفيجر يوزر بروفايل لازم تتاكد ان اليوزر بروفايل سيرفيس راننج على مستوى الفار. تاني حاجه تبدا تعمل كرييت سيرفيس ايه ابلكيشن. تالت حاجه تعمل كونكت، تتاكد ان في كونكشن بين اليوزر بروفايل ومين واللي هو ابلكيشن بتاعك. طب تالت حاجه هنبدا نكريت الداتابيز دي، واحنا بنكريت السيرفيس ابلكيشنز. تمام كده. هو ايه هم الداتابيز؟ الكونفيجريشن والسينك ومين والسوشي. ومحتاج برضو منك مين؟ اليو ار ال بتاع ايه؟ ماي سايت. ايه؟ ماي سايت هوست. طيب عشان تنقل الناس اللي موجودين في السينك داتابيز او يبخلوهم في حته واحده، فانت محتاج تجيب الناس اللي موجودين فين؟ في الاكتف دايركتوري، تحطهم فين؟ في السينك داتابيز. طب مين المسؤول انه يعمل كونفيجريشن دي؟ اس بي 4. طب هيعملها ازاي؟ هو كل ما عليه ان انا هعمل حاجه اسمها ريبليكيت دايركتوري تشينجز، ودي المسؤول ان هي تبدا تجيب الناس اللي موجودين في الاكتف دايركتوري وتحطهم عندك في مين؟ في الشير بوينت. خلاص كده شباب؟ ها خلاص كده. طب تعالى طب في حاجه، في سيرفيس ثانيه، بس انا نخلص الكونفيجريشن دي نبدا نعمل ايه؟ السيرفيس ايه؟ السيرفيس الثاني. فالسيرفيس الثانيه اللي انا هحتاجها دي، او حته ان انا هجيب اليوزر من اكتف دايركتوري، هنحتاج سيرفيس اسمها سينكرونايزيشن سيرفيس. هحتاج سيرفيس اسمها سينكرونايزيشن ايه؟ سيرفيس. تمام كده. بس خلينا احنا نكريت اليوزر بروفايل، خليك كلها فلات هنا، خلينا نكريت اليوزر بروفايل وبعدين نبدا ايه؟ ونبدا نعمل السينكرونايزيشن داتابيز. تمام كده. عشان نبدا نعمل حاجه زي كده تعالى نبدا نروح فين؟ الشير بوينت، ونبدا نكريت اليوزر بروفايل سيرفيس. فانت اول حاجه نبدا نتاكد احنا على مستوى السيرفر ان اليوزر بروفايل سيرفيس معمول لها ايه؟ ستارت. فتعالى مانج سيرفيس اون سيرفر، ونتاكد ان اليوزر بروفايل سيرفيس ايه؟ ستارت. خلاص كده. طيب وتعالى نرجع تاني للابلكيشن مانجمنت. هنبدا نعمل يوزر بروفايل سيرفيس ابلكيشن. تمام. فانا هرجع اقول له مانج سيرفيس ايه؟ مانج سيرفيس ابلكيشن. انا كنت عامل واحده اسمها جي كي، انا دلوقتي هشيلها مش عايزها، فانا هنكريت واحده من اول وجديد. هتشيك بس دي داتا اسيت ويز سيرفيس ابلكيشن، اي حاجه ليها علاقه، اي كان داتا بيز او اي حاجه علاقه بالسيرفيس دي، شيل الداتا ايه بتاعتها مش عايزها، اقول له اوكي. تاخد وقت في. تعالى بقى نبدا نكريت نيو يوزر بروفايل سيرفيس. فانا هاجي على يوزر بروفايل سيرفيس ايه؟ ابلكيشن. تمام. هسميها ايه؟ قلت له ممكن مثلا اسميها ام اتش اس يوزر بروفايل ايه؟ بروفايل سيرفيس. طيب انت عايز تعمل ابلكيشن بول؟ اه قلنا عايز اعمل ابلكيشن بول جديد، هتسميها ايه؟ قول له مثلا اسميها يو بي اس مثلا اب بول. مين الكونفيجر بتاعها؟ فالكونفيجر بتاعها هو الادمنستريتور. طب الداتا بيس سيرفر ادي ايه؟ كونتوس دي بي. وادي الحاجات الخاصه بالكونفيجريشن او البروفايل داتا بيس. انت عايز تغير اسمها غير اسمها، فاقول له مثلا اسميها ام اتش اس مثلا اندرسكور بروفايل دي بي. تمام. يبقى دي اول ايه؟ اول داتا بيس. طيب الثاني داتا بيس عم صابر اللي كان اسمها ايه؟ السينكي داتا بيس، وانا هعملها ام اتش اس اندرسكور دي بي.
طيب وتالت داتابيز، وتالت داتابيز اللي احنا كنا بنتكلم فيها هي للسوشيال داتابيز، هو برضه ام اس جي اس اندر سكور تي بي. هدك اسالك سؤال مهم جدا عن ايه؟ على الايه؟ ماي سايت هوست يو ار ال. اتفقنا في حاجه اسمها بروفايل سينكرونايزيشن انستانس، ودي الحاجه اللي انا هبدا اجيب بينها الناس الموجودين في الاكتيف دايركتوري واحطهم فين؟ في الشير بوينت. انا لسه هشغل بس بروفايل وبعد كده ارجع تاني للايه؟ لليوزر بروفايل سينكرونايزيشن. طيب فين ماي سايت هوست يو ار ال يا مصطفى؟ اللي احنا كنا عاملينه كان على مستوى الابلكيشن مانجمنت، هروح بسرعه كده ابلكيشن مانجمنت. كان في مانجو ابلكيشنز اللي احنا كنا عاملينه شير بوينت ماي اتش اس ام اتش اس ماي ايه ماي سايت. اخد يا عم صبري اليو ار ال بتاعه ده كده ايه كوبي، واروح في المانج سيرفيس ابلكيشن احطه في ماي سايت هوست يو ار ال، اقول له ايه؟ اقول له بيست. اتاكد يا شباب ان مفيش هنا سبيس، تمام؟ عشان يعني ساعات بتاخد الكوبي فيعمل لك ايه سبيس كده فبياخدها برضه، لا اتاكد ان ايه مفيش ايه مفيش سبيس، تمام كده. طيب وممكن برضه ما دام شوف بقى هيبدا يكريت لك ايه مانجد باس. مانجد باس اسمه ايه؟ بيرسونال. مانجد باس اسمه ايه؟ بيرسونال. والله سواء حطيت انت هنا سلاش ما حطيتش سلاش هو يشيل ايه واحده من الاثنين، يعني ممكن انا عملت كده فهو عشان اضمن الدنيا فهو يحط اصلا سلاش بعد اليو ار ال ده ويعمل لك مانج باس اسمه ايه؟ بيرسونال. انت عايز تغيره تغير اسمه تغيره، يعني اسمه مسمى يرجع لك انت، هو عامل لك حاجه تضيفه اسمها ايه؟ حاجه اسمها بيرسونال. فكل اللي هيبداوا كريتو بروفايلز هيكريتو بروفايل تحت مين؟ بيرسونال. تحت بيرسونال، تمام؟ طيب هنا بعض الحاجات، هنا سترينج نيم فورمات، انت عايز النيم اللي هيظهر بقى في البيرسونال فورمات. واحد يقول لك يوزر نيم از يور ايه اللي هيظهر كده مانج باس يوزر نيم، لا ده هيظهر بس انا كده يوزر نيم والدومين يوزر نيم وهنا مش عارف. فهو كل حكايه في تغيير بس في المسمى بتاع مين؟ بتاع اليو ار ال اللي هيكون فوق. طيب بعد ما تخلص عامه تقول له ايه؟ كريت، وهيقعد حوالي 5 دقائق. ايه طيب ثواني انا عندي حاجه اسمها يوز ابول، تعال نرجع باك تاني. هي دي النيل يوز بروفايل سيرفيس. مشكله تحلها في الفيديو، مش تقفل الفيديو لما تحلها ونيجي احنا لوحدنا. بس رجع سكتر عشان مش الديفولت. انا قلت لك زي ما حصل النهارده يوز بروفايل. راحت فين استنى يا عم مصطفى؟ عايز تقول ايه؟ يوز ام دي ثواني. بص هي بس كانت المشكله كان احنا كان عندنا حاجه اسمها يوز ابول بنفس النيم، يعني لسه هكريتها تاني. طب ممكن نوقف الفيديو بسرعه كده؟ مش تشتغلون هنسمي تاني ام اتش اس يوزر بروفايل سيرفيس، تعالوا نسميها ام اتش اس يو اس بي ابول بروفايل دي بي. اقول له ام اتش اس بروفايل دي بي تاني عند كونتوسو ام اتش اس اندرسكور دي بي، وتعالى اقول له ام اتش اس اندرسكور سوشيال دي بي. واخيرا وليس اخرا هاخد اليو ار ال بتاع الابلكيشن بتاعي اللي احنا عملناه ماي سايت، ونروح هنا ونقول له ايه ادي الرول بتاعك. ممكن نشيل الروت، هو كده هيعملها لنا، تمام. تعال اقول له ايه كريت، هياخد 5 دقايق كده في الكرياته. عيب هو الكلام انت بتقوله ده. قلنا لازم الاستاد كوليكشن اشتغل على يوزر بروفايل لازم يكون نوع ماي سايت ماي سايت، تمام. ولازم تتاكد ان السيرف سايت كريشن ده معمول على مستوى مين؟ على مستوى السايت كوليكشن بتاعك. انا اعتقد احنا مش عارف عملنا، انا بس اجرب حاجه كده شوف شغال. سيرفيس سايت كريشن معمولها ايه؟ معمولها ايه تاني؟
وهتتاكد ان السيرفس كونكشن بتاعت اليوزر بروفايل معمول لها كونكشن مع مين؟ مع ماي سايتس. تمام. طيب تعال بقى خد اليو ار ال ده كده كابل عشان تتاكد ان فعلا اليوزر بروفايل حصل له ايه كونفيجريشن. خدوا ايه نسخ كده وتعالوا قولوا ايه بيست لصق. مدام الصفحة دي لما فتحت كده تقدر تعمل مثلا about me، يعني تقدر تحط صورة لي، تقدر تحط مش عارف تروح مثلا about me وتغير في الكونفيجريشن بتاعتك. تمام. تقدر تقول له ايه؟ edit your file. الصورة تطلع في الكل. فايل. تمام. تقدر تحط اي انفو عنك هنا. يعني تقدر مثلا هتلاقي واحد كتير تقدر تحط عنك basic information تظهر على البروفايل الخاص بيك. كان عندك حاجه اسمها contact information تمام، تحط مثلا ايه الفون نمبر بتاعك فاكس تليفون. طب انا لو طبعا الديزاين ده غيره من الشيك بوينت ديزاينر، الديزاين ده بتغير من الشيك بوينت ديزاينر او انت بتقدر تنادى عليه من سايت تاني انت فاهم، يعني تقدر تاخد نادى على ده من خلال الشيك بوينت ديفيلوبر من حته ثانيه، يعني تقدر تغير في اليو ار بتاعه. تمام. لو انت عايز تغير في عندك برضه حاجات خاصه بالديتيلز تقدر تحط مش عارف البروجكت انت اشتغلت بيها، خد بالك ان في حاجات لها ايه هو كان سي مي اونلي مي اور ايفري وان، لان مين يقدر ان هو يشوف ايه الحاجه بتاعتك، تقدر تحط البروجكت انت اشتغلتها كل البروجكت انت حاطها يكون عباره عن تاجز. ايه عايز مثلا خلاها الريجستر اللي يشوفني ولا النوم ياسمين يشوفها؟ تعمل ازاي؟ هنا ما تعمل انا مصطنع عملناه انا مش هعمل النوم ياسمين يشوفني، خلي ريجستر بس عايش هو ما انت مش ايفري وان دي بقى اي حاجه كده يا ابني انت مش بتتكلم هنا على الناس مش هنا بس انا بتتكلم اللي عامل لك فولو. يعني في عندك حاجه هنا اسمها فولو. تمام. محدش يقدر يشوف او يتعامل معاك غير اللي هو عامل لك فولو، تقدر ان هو ايه يشوف الامور بتاعك. عايز تغير البيكتشر بتقف على البيكتشر بتاعتك كده تقول مثلا شينج البيكتشر. تمام. تقول ابلود تختار صورة معينة وبعد كده بتقول ايه؟ اوبن وبعد كده بتقول ايه؟ ابلود. تأكد بس انت كل اي امر بتعمله بتعمل ايه؟ سيف سيف اند كروس. عندك حاجة مهمة حاجة اسمها نيوز فيد. نيوز فيد دي سيشن مين؟ زي الفيسبوك ان انت تحط ايه؟ تحط بوست والناس يعملوا لك ايه؟ لايك لايك كومنت مش عارف ايه. فانا ممكن مثلا تقول له مثلا ايه؟ بص مثلا تحط مثلا زي سؤال كده او حاجة معينة او مع الصورة مثلا اي حد بيقدر يشوفه. تمام. يدخل على النيوز فيد اللي هو له بروفايل معايا في الفيسبوك يدخل يشوف ايه النيوز فيد ده زي الفيسبوك اي حد عندك فريند يقدر يشوف ايه يشوف ايه. تقدر تحط معاه مثلا الحاجه بتاعتك ايه صوره معينه، يعني ممكن لو انا عندي صوره هنا الصورة بتاعتك او كان الصورة اللي ليها علاقة بالموضوع انت عايز تعمل تقول له ايه؟ تقول له بوست. تمام كده؟ اي حد بقى كان يدخل على النيوز فيد يقدر يعمل ايه؟ لايك ويعمل ايه؟ ريبلاي. ايه مثلا تقول له شير بوينت از ويب سايت او ويب ابلكيشن. الشخص بتاعته الصوره بتاعته مين عمل ايه؟ عمل البوست ده ومين عمل ايه؟ كومنت عليه على البوست ده. تمام؟ فدي عامة كل يعتبر اي حاجه اي واحد بقى هينضاف جوه عندك شير بوينت يدخل يوزر تاني يقدر يدخل على اليوز فيد دي. تمام؟ ويقدر يعمل ايه؟ يقدر يدخل يعمل رايت، يقدر يعمل فولوينج لمين؟ ليك. تمام؟ طب هو انا بس الفولو متاح لي ان انا ابدا اعمله من الشير بوينت بس شير بوينت فوق بروفايل؟ لا، في عندك حاجات خاصة للبروفايل أو الكوميونتي، في سايتس خاصة بالكوميونتي، حاجة زي البلوج تدخل تحط بوست وكومنت، فأنت لو دخلت على البلوج دي تقدر تعمل فولو لمين؟ لحد تاني والحاجات دي كلها إيه؟ طيب أنت ده كله خاص بالبروفايل، ممكن تعمل تاج، يعني ممكن أعمل تاج، ممكن
في عندك حاجه اسمها تاكس وفي عندك حاجه اسمها منشن. التاج بيبدا بحرف ايه؟ حرف الات. تمام، لو عايز مثلا تاج حد معين او تاج حاجه معينه فاقول مثلا ايه؟ تاج قول مثلا هاش شيك بوينت. التاج بيبدا بحرف ات ولا ات؟ الهاي المنشن بيبدا بات. المنشن في الشيك بوينت بيبدا بات. انا عايز منشن صور فاقول له ات صور. تمام، عايز اعمل تاج فانت بتقول له هاش. تمام، واسم ايه؟ اسم التاج اللي انت عايز تعمله. تمام، يعني دلوقتي ان انا عايز اعمل هاشتاج مثلا معين فانت بتيجي تقول له مثلا ايه؟ تعالى بص يا مصطفى، تعالى باوت مي. اروح قلت له ايه جروب فايل. شوف مثلا حاجه زي سكيلز، كل السكيلز اللي حاطها دي عباره عن ايه؟ عن تاكس. حاجه خلاص حصل لها تاكس، يعني حد بعد كده يقدر ايه؟ يستخدم التاكس ده. يعني مثلا انا مثلا لو بسجل حاجه معينه، تعالى نسجل اي حاجه كده، نروح مثلا حاجه خاصه. بص طيب حاجه زي كايرو دي، شوف كايرو دي قصادها ايه؟ قصادها علامه الميتا داتا. بنتكلم في ميتا داتا، قلنا كل الهاشتاج خاص بيه في ميتا داتا. فانت لو رحت للسيرفس بتاعت الميتا داتا، انا ادي كاي واي متخزنه از تيكس. لو انا رحت اللي هو ابلكيشن سكيب ورحت لابلكيشن مانجمنت ورحت لمانج ويب ابلكيشن او مانج او سوري سيرفيس مانج سيرفيس ابلكيشن ورحت لحاجه اسمها مانجمنت ايه؟ مانجمنت داتا. فين المانجمنت داتا؟ رحت كليك عليها كده، لو جيت مثلا في سيستم هنا انت عندك حاجه اسمها ايه؟ هاشتاجز. المفروض تحت عشان انت بتتعامل لا مش هعمل حاجه، هتلاقوا ادي مثلا كل الحاجات اللي انا عملتها، اندرويد مخزنه مش عارف اس بي ام بي سي سي شارب، كل الحاجات اللي انا عملتها ايه؟ متخزنه هنا. كل الحاجات اللي انا مخزنها از بروجكت ايه؟ از مثلا اي دي، از حاجه معينه اللي انا كنت عاملهم هنا في الديتيلز بتاعتي. انا كنت جيت في الديتيلز هنا كنت انا مخزن اهو سي شارب وجافا سكريبت واس بي والحاجات دي كلها كنت مخزنها هنا. فانت لو جيت هنا في التيرم ستور مانجمنت هتلاقي كل اللي تحت الهاشتاجز از كي ووردز موجود فيه كل حاجه بتاعتك هنا. تمام، تقدر وانت في النيو سي او الحاجه كان في الحاجه اللي انا ممكن اعملها ان انا ممكن مثلا ايه في هنا هنا اقول مثلا تاج هنا هاشتاج مثلا سي شارب. فان كان الهاشتاج بتاعك بيبدا بايه؟ تلاقي حتى ايه؟ ادي الهاشتاج عباره عن لينك كده تقدر تدخل لينك بيبقى بيعمل ايه؟ استخدم الهاشتاج كل ده. اقدر ان انا اعمل منشن لحد اقول له ايه؟ واسم اسم اليوزر ده. طبعا مش عندنا يوزر، نقول له مثلا ايه؟ بص يا مصطفى ما اقول له ايه؟ واقول له مثلا ادمن، هتلاقيه كان بيعمل لك زي لودنج كده.
طيب تقدر تعمل فولوينج بيجيب لك كل الحاجات اللي انا عاملها فيلم، انا مثلا فول البيرسون، عامل فول التيكومنتس سلايدز ستاكس تمام، يعني كل الحاجات اللي انا عامل ليها فول بيجيب لك ايه، انت عامل كام فولو او عامل كام فريند، عامل كام دوكمنت، عامل كام سايت انت ريجستر فيه، عامل عندك ايه. طيب عامه من ضمن الحاجات اللي انا ممكن اعملها فول دوكمنتس او انا اعمل ايه البيبس. طب من ضمن الحاجات برضه اللي انا ممكن اخصها بحيث بروفايلنج، تعالى اعمل حاجه اسمها بلوجين.